بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema ruqyah kita kali ini ruqyah susah tidur dan menghilangkan kecemasan. Bagi saudara-saudara sekalian yang hari ini ada gangguan tidur yang dirasakan atau suka mimpi buruk, sering cemas, gelisah, takut berlebihan atau fobia, ataupun sering merasakan hal-hal yang tidak enak pada badannya, sakit yang berpindah-pindah pada tubuhnya, dengarkan ayat-ayat Al-Quran berikut ini sekaligus kita jadikan sebagai terapi ruqyah untuk menghilangkan segala rasa cemas, gelisah, takut berlebihan ataupun gangguan-gangguan jin, sihir atau penyakit-penyakit yang berpindah-pindah pada badannya. Mari sama-sama dengarkan seluruh sekalian ayat-ayat Al-Quranul Karim berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون. إني أعظكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ما ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق وقل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ألما
أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن دونه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه واقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا
وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا إياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل وباء والبلاء ومن كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Saudara-saudara sekalian, silakan mohon pertolongan Allah agar segala penyakit-penyakitnya disembuhkan, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit-penyakit hati, ataupun penyakit seperti was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, fobia, susah tidur, ataupun penyakit yang berasal dari gangguan jin, sihir, santet, ain, dan sejenisnya. Dan mohonlah selalu kepada Allah perlindungan dan pertolongannya, mohonlah kesembuhan dari. Dan bagi saudara-saudaraku yang sempit rezekinya, bangkrut usahanya, saya doakan semoga usahanya dibangkitkan, rezekinya dilimpah curah lempahkan. Bagi yang hari ini dizalimi, semoga mereka yang zalim diberikan hidayah atau mereka binasa karena perbuatannya. Bagi saudaraku yang belum punya jodoh, anak keturunan, semoga dimudahkan jodohnya yang terbaik dan diberikan anak-anak keturunan yang salih dan salihah. Dan semoga segala masalah-masalah yang berat yang dihadapi saat ini diringankan atau dihilangkan dan diberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami sesuai dengan keadaan yang dialami dan dirasakan. Dan bagi saudaraku, saya memberikan saran rekomendasi, setelah kita melakukan terapi rukyah di channel Quran Terapi, maka ada baiknya kita mengkonsumsi herbal rukyah. Hubungi kami. Ya, di channel Quran Terapi kami menyiapkan berbagai jenis herbal untuk penyakit-penyakitnya, termasuk penyakit gangguan jin, sihir, dan ain. Hubungi kami di SMS WhatsApp 08111112067, satunya 6 kali. Ya, SMS WhatsApp. Dan bagi saudaraku yang ingin berenang, Super Thanks, YouTube menyiapkan fitur Super Thanks atau terima kasih. Di bawah judul ini ada tulisan terima kasih. Silakan diklik dan berikanlah infak atau donasi yang terbaik, insya Allah. Segala apa yang diberikan bermanfaat bagi orang-orang kecil. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.